فندم مساء الخير على حضرتك يا فندم، ومساء الخير على حضراتكم. من سنة ونص تقريبا يا فندم بدأنا نلف الجامعات، كان نفسنا نعرف الشباب ايه اللي بيحصل في مبادرة حياة كريمة على الأخص في بقية المبادرات. فتحنا باب التطوع وسعينا اننا نتواصل بشكل مباشر مع الشباب والنشء كمان. في شباب جات لنا وفي ناس احنا رحنا لهم برجلين، ولقينا الحقيقة ان الشباب كله متشابه في أحلامه وطموحاته وأفكاره الطيبة. يمكن ان الخلاف الوحيد هو على مدى رؤيه الواقع، والمدى هنا نقصد بها المدى يعني المساحه وفلسفه ترجمتنا كمان للواقع. فبدانا نقاشات سوا وفي كل المحافظات فعليا، ولقينا ان في 360 درجه لكل موضوع، وان اقصى رؤيه للفرد تقريبا 90 درجه. يعني احنا فاقدين ل 290 درجه مش شايفينهم، يعني في اربع وجوه لكل حقيقه احنا مش شايفينها. في اللحظة دي احنا حسينا ان احنا الحل هو ان احنا نتكلم ونقعد كلنا في مكان واحد ونبدأ نتناقش ونتبادل المعرفة، لان احنا عندنا كتير نحكيه، وعندنا على قد الكتير ده تحدي كبير جدا اسمه تحدي المعرفة. ولو حضرتك تسمح لنا، احنا كمان اكتشفنا ان احنا يمكن قليل من الارض يكفي لكي يعني نلتقي كلنا في سلام. فهي ديات اللي احنا لقيناه جوه الجامعات، ومن هنا استوحينا فكرة 360 درجة، وهي فكرة يعني الفيديو بتاعنا. أشكرك سيدتي، شكرا كريما.